مثل ما ذكرت لكم من شوي توني واصلة عيادة لابوتيه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة الحر اللي برا يخرع حر 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 مو طبيعي. ما بغيت اختنق بس خلاص وصلت عيادة لابوتيه. احس اني ارتحت. نسوي هالبشرة ونسوي هالحركات والبركات. طبعاً عيادة لابوتيه وايد 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 أحبها وقوية وفيها يعني تضم كذا شيء مو شيء واحد. هي عيادة متكاملة فيها كل شيء. فيها طب الأسنان، فيها التجميل، حتى يعني الناس اللي تعاني من الشعر الخفيف، الناس اللي يعانون من أمراض جلدية، كل شيء كل شيء كل شيء. الناس اللي تعاني من حروق أو أشياء، كل شيء موجود عندهم ما شاء الله. لا إله إلا الله. والأخصائيين اللي موجودين عندهم شهادات وعندهم يعني شغلات وايد وايد وايد. خل أسلم لحظة. أنا قلت بسوي ليزر وبسوي تنظيف بشرة، بس لأن بسوي تنظيف بشرة فما يصير أسوي ليزر، يعني حق وجهي يعني حق الجسم كامل مو مشكلة، بس قلت أطقهم كلهم مرة واحدة. فالله يسلم وده يمرون يسلمون علي، مقادرة أشرح لكم وايد، أنا استحي. زين، فقلت شنو خلاص يعني قسميهم اليوم. تعالي سوي تنظيف بشرة. تنظيف بشرة شنو أبي كنت؟ المهم إن اليوم تنظيف بشرة وبعد كم يوم أسوي الليزر. همن الليزر اللي عندهم خيال يفوز، وما شاء الله يعني المكان ما عليه كلام، الناس طقم طاقق على ما تلقون موعد. فيا والله اليوم قلت يوم بشرتي العالمية. قلت ايش ضلك معاي؟ لا ما يصير ما يصير. اوكي المهم ايه، تذكرت عندي تنظيف بشره وتنظيف اسنان. فانت شنو وين اروح؟ هني دشين. شوف البنت موجود في المفاجاه. وين موجود؟ سامعك. اصور ولا لا؟ او ابين الحاله؟ عمري شيوم حياتي. امانه ما يخرع اول شيء؟ شنو؟ هالجلسة هذه ولا اسمع؟ لا لا عادي. صدق؟ اي والله. انت شو تخافين؟ انا خاف. شو بتسوي؟ بس تنظيف. يا يعني بعد. بس. ما يخرب. اعطيني بوسة. هم بلشوا فيني بسرعة بالاسنان، انا كنت متهيئة حق البشرة. بس قالوا لي دام مع دكتورة آلاء لا تحاتين. صح دكتورة؟ اكيد لا تحاتين. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اخاف. انا من الابرة اخاف من كل شيء. ها هذه دكتورة آلاء. هلو. ما قاطعش بالخير. قولي لي من شو بتخافين؟ انت ليه كثير جبانه اول شيء؟ انا لا بالحياه الواقعيه مو جبانه. لا لا مع دكتور الاسنان لازم تكوني صحه مع دكتور الاسنان. احنا نحببك بدكتور الاسنان لا تخافي. يا رب يا رب. عاد راح اقول لكم الصدق. ما انا واحده يعرفوني صريحه. ايه؟ ما الف وادور ولا طقت طار مقلوب. عرفت عن مين تيجي اذا انت كثير صريحه.